السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقابل كل شيء، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين. كان بغي نشكر هاد الناس اللي صاروا على هاد التظاهرة اليوم من هاد المنبر هذا، وكنتمناو هاد الفرصة كون كان حضور ديال النواب كاملين، إن علاش حنا من ذوي الحقوق عندنا ظاهر الشريف كما جابوا الأساتذة كيمنح كل ذوي الحقوق الحق ديالهم في الحق الاستفادة. هذا الظاهر الشريف كينص على ثلاثة شروط. أولا الانتساب. أنا شخصيا وبعض الإخوة أمثالي لقبيلة سيدي محمد الشريف مقصيين ذوي حنا ذوي الحقوق ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الانتساب، أنا كيشي أبن عن جد. ثانيا 18 سنه وما فوق، وثالثا الاقامه. ومع كل الاسف هاد الشروط كامله كتوفر فينا. وكنقولوا بهذه المناسبه هذه عاش محمد السادس، عاش ملكنا ملك المغرب، خول لنا كل الحقوق ديالنا، عطانا كل الحق ديالنا، ما مضيعناش، لانه ادرى بالتاريخ ديال الاسلاف ديالنا، ولا داعي لتكرير التاريخ ديال الاسلاف ديالنا. وكنفتخروا بهاد الانتماء ديالنا للعرق ديال جيش الوداية، او بالاحرى جيش الوداية، هذه مفخره بالنسبه ليا. وكنبغيو نقولوا لهاد السادة النواب ممكن ما كنظنش، انا ما فهمتش اللي تم اقصاء ديال ذوي الحقوق، هاد الشروط هذه كامله، الدار الشريف اللي كيخول لينا الحقوق ديالنا كامله وكيتم الاقصاء ديالنا. وانا ما كاينش اللي ما كيعرفنيش، انا باني في الارض ديال الاجداد ديالي، وباقي الارض ديال الاجداد ديالي، وكتم الاقصاء ديالنا اللي انا والاخت ديالي وعدات مازال كاينين الناس. الا جينا نبحثوا راه كاينين الناس من ذوي الحقوق وتقصاو، وهذا كيدل على الجهل او الاميه ديال بعض النواب اللي ما يستحقوش يمثلوا ابناء او احفاد جيش الهدايا الورثه الشرعيين. وبهذه المناسبه هذه كنشكر الاخوه اللي صاروا على الوقفه، والسلام عليكم وشكرا.